السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الصوبيا التحفة اللي انتوا شايفينها دي، بمكونين اتنين بس، مكونين اساسيين من غير بودرة صوبيا ولا اي حاجة خالص. عندنا هنا ده حليب كنت غليته وبردته، لبن حليب طازة، ده حوالي نص لتر، وعندي باكت فانيليا. دول المكونات الاساسية، وهنستخدم معاهم تلج وسكر حسب الرغبة. هنا عندي، انا استسهلت وعملته في محاضرة الطعام، بس بصراحة ما بيطلعش زي ما بيتعمل في الخلاط. في الخلاط بيطلع الفوم بتاعه اعلى وبيكون اسهل. بالمناسبة الكبة ديت يعني بدأت، اول ما بدأت ان انا اضربه فيها بدأ يبهدل الدنيا، فالافضل ان انتوا تعملوه في الخلاط. تمام، لا كبة هتنفع ولا هاند بلندر، فالافضل ان احنا نعمله في الخلاط. زي ما قلت، حطيت معاه مكعبات التلج وكيس الفانيليا كده زي ما انتم شايفين. كيس الفانيليا ده 5 جرام، وهي ممكن تحط لها ما زهر او ما ورد، بس انا بفضل اعملها كده، بتطلع سادة. وطبعا بنحط لها سكر زي ما قلت حسب الرغبة. وهنا ده شكلها النهائي بعد ما كنت طبعا نقلتها في الخلاط عشان اعرف ان انا اضربها براحتي. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا، وقولوا رايكم في الكومنتات. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صالح دعائكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.